الزراعة. امبارح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وجه بتكليف حملات توعية للمزارعين بخصوص منظومة جمع وتدوير قش الأرز في المحافظات اللي مسموح فيها بزراعة الرز، عشان المنظومة دي قدرت في السنين اللي فاتت إنها تحقق أهدافها الحقيقة، إن كانت الأهداف البيئية أو الاقتصادية، وكانت نموذج ناجح جدا ومتميز للتكامل الحكومي بين أجهزة الدولة المختلفة. عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن تكثيف هذه الحملات الخاصة بالتوعية بمنظومة تجميع وتدوير قش الرز. معانا على التليفون دكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة. دكتور صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ محمد، وصباح الخير يا استاذ جمانة، وصباح الخير على كل المشاهدين المصريين اللي بيتابعونا دلوقتي. يا اهلا بيك. في البدايه عايزين نعرف ايه هي الحملات اللي بتقوموا بيها، وطبيعه الحملات والاليه كمان اللي بتعتمدوا عليها في هذه الحملات للتوعيه بمنظومه تجميع وتدوير قش الرز. الحقيقه طبعا حضرتك تعلم ان احنا عندنا في وزاره الزراعه خطه للاستفاده من المتبقيات والمخلفات الزراعيه، وده ليه اهداف كتير جدا، من اهمها ان احنا بنحقق بعد بيئي وبنقدر نحافظ على البيئه ونمنع التلوث اللي ممكن يحصل واي اثار سلبيه ممكن تحصل على صحه المواطنين او على البيئه بشكل عام. وايضا ده بيساهم في تحسين دخل المزارع المصري، لان المتبقيات الزراعيه والمخلفات الزراعيه في حاله عدم وجود قيمه اقتصاديه ليها فهي بتهدر وبتبقى قيمة مهدرة، لكن احنا لما بندخلها في تصنيع منتجات زي الأعلاف الغير تقليدية أو الأسمدة العضوية فده بيساهم في إن يكون ليها قيمة اقتصادية وبيزود دخل المزارع وبيحسن مستوى معيشة سكان الريفيين نتيجة زيادة دخلهم. طبعا حضرتك الخطة بتتم من خلال حملات وندوات إرشادية وتوعوية بنشارك فيها خبراء ومتخصصين من الباحثين اللي عندهم خبرة كبيرة في هذا المجال وعندهم كل الأساليب والآليات والأدوات اللي يقدروا يعملوا بيها التدريب النظري والعملي للمزارعين ويقدروا يوصلوا لهم أبسط طريقة يستفيدوا منها في الحفاظ على البيئة وأيضا الاستفادة من المخلفات اللي موجودة عندهم. طبعا احنا بنشتغل في مجموعة من المحافظات هي القليوبية والغربية وخفر الشيخ والبحيرة والشرقية والدقهلية. هذه المحافظات هي المحافظات اللي بينتشر فيها زراعة الرز أو هي المسموح ليها بزراعة الرز، فيها مساحات رز بكثافة وكميات كبيرة، وإحنا عندنا خبرات طبعا كبيرة بقالنا سنوات طويلة بنتعاون مع وزارة البيئة، جهاز شؤون البيئة وقطاع الفروع في هذا الأمر، والعمل بيتم بالتنسيق بيننا وما بين وزارة البيئة. وزي ما سيادتك قلت في بداية الخبر ان احنا عندنا التوجيهات والتكليفات من معالي الوزير السيد القصير بضروره التواصل المباشر مع المزارعين وتكثيف الحملات الارشاديه والندوات الارشاديه والتوعويه، وكذلك ايضا التدريب العملي على تصنيع هذه المنتجات الامنه اللي احنا بنتكلم عليها. عايز برضو اضيف لحضرتك ان هذا الامر بيتم من عدة سنوات زي ما ذكرت بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة، وأتاح العديد من فرص العمل لشباب الخريجين وبعض الأفراد اللي ما كانش ليهم فرص عمل، بيتوفر لهم الماكينات الخاصة بفرم قش الرز والكبس بأسعار رمزية، وبيتعاون في ذلك أيضا قطاع الزراعة الآلية لوزارة الزراعة وأيضا جهاز شؤون البيئة وقطاع الفروع في توصيل هذه الاماكن هذه المعدات الى المتعهدين، وايضا بنسمح بتوفير الاماكن الخاصه بمراكز التجميع على مستوى الجمهوريه واللي بتبقى في حدود 265 مركز على مستوى الجمهوريه موجودين بنقدر نجمع فيهم قش الرز ونبني عليه عمليات الفارم والكبس. طيب يا فندم، يعني في نفس السياق وزير الزراعه كان تحدث امس ان منظومه جمع وتدوير قش الرز خلال السنين اللي فاتت قدرت انها تحقق اهدافها وكانت يعني بمثابه نموذج ناجح الحقيقه متميز. عايز اعرف من حضرتك يعني فكره الاهداف اللي قدرنا نحققها حتى الان من خلال هذه المنظومه، وفكره كمان خلق الفرص، فرص العمل، وان هي تمثل بدل ما كانت بالنسبه لنا بتمثل لنا مشكله بقت بتمثل مصدر دخل. صحيح، المنظومه طبعا حققت اهداف كتير جدا زي ما ذكرت. اول هدف ان احنا حافظنا على البيئه ومنعنا التلوث وخلاص ما بقاش في سحابه سوداء عندنا، فده كان هدف وبعد بيئي اهم جدا.
ثانيا حضرتك نواتج الحرق والدخان اللي كان بيطلع والمركبات اللي موجوده فيه كانت بتاثر على بعض المواطنين وتسبب حدوث امراض صدريه، فده قل بدرجه كبيره جدا. وايضا تكاليف وفاتوره العلاج اللي كانت بتتحملها الدوله او المواطن نتيجه الاصابه بهذه الامراض ده خلاص ما بقاش موجود. فهي دلوقتي احنا عملنا بعد بيئي وحافظنا على صحه الانسان. ثانيا لما بنعمل مراكز تجميع فهو بيوفر فرص عماله، بيوفر فرص لشركات او افراد وشباب بيقدروا يبداوا في عمليات النقل من الحقول الى مراكز التجميع، فده برضه وفر لهم فرص عمل. قدرنا بقى ان احنا نقلل استخدام الاسمده الكيماويه والمعدنيه نتيجه استخدام الاسمده العضويه، وايضا ده بيساهم في سد جزء من تكلفه الاعلاف نتيجه استخدام الشذوذ والمخلفات الزراعيه في تصنيع الاعداد. وقدرنا فعلا نحقق اهداف كتير جدا، وبقى في منظومه موجوده في مصر بتعمل بشكل جيد ومشرف. وعايز اقول لحضرتك يمكن احنا جالنا من سنتين وفد من اليابان وكان معاه مجموعه من وسائل الاعلام علشان يدرسوا ويصوروا وينقلوا للشعب الياباني التجربه دي، يوروهم ان مصر فعلا حصل فيها طفره في مجال تدوير المخلفات والاستفاده منها وتقليل الاثار السلبيه على البيئه وعلى المواطن. فهي كانت منظومه وتجربه ناجحه جدا. بعض المزارعين يا فندم كانوا بيقولوا ان حرق قش رز في الارض بيعتبر سمات طبيعي للارض. ده بقى اللي بنقوم بيه من خلال الدورات التدريبيه والندوات الارشاديه، ان احنا بنعرف المزارع المعلومات الحقيقه وبنصحح له الاخطاء اللي هي قد تكون موجوده عنده او المعلومات الخطا. طيب بيتباع بكام برضه عشان نكون فاهمين؟ يعني مثلا حضرتك قلت ان بيتم فرمه وكبسه، بعد كده بيستخدم في ايه وبيباع بكام؟ بيتوزن ازاي وبيتباع ازاي؟ الاسعار طبعا بتبقى متغيره من سنه لسنه وتحكمها اليات السوق. وهو زي ما قلت لحضرتك بيستخدم في تصنيع الاعلاف الغير تقليديه، وايضا في تصنيع الاسمده العضويه، وفي بعض الشركات الكبرى بتستخدمها كاحد المصادر البديله للطاقه. طبعا نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد بوزاره الزراعه.